السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: اليمنيون مصممون على تنفيذ مخرجات الحوار رغم التحديات. شباب الثورة بحجة يدينون الحكم الصادر بحق الثوار المعتقلين. وزير الداخلية يدعو مديري الأمن لإعداد خطة لتفعيل مراكز الشرطة. المستهل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرئيس عبد الرب المنصور هادي ان الأمة العربية تعيش لحظة فارقة تفرض على الجميع التأمل والمراجعة وتأسيس آليات عمل جديدة تلبي طموحات المواطن العربي وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل. وتطرق في كلمته في جلسة اجتماع القمة العربية مساء اليوم إلى التحديات التي تواجه العرب على المستوى المحلي وعلى مستوى منظومة العمل العربي المشترك، ومشيرا إلى مظاهر عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده بعض الدول بعد هبوب رياح التغيير. وتحدث هادي عن تجربة الانتقال السياسي وكيف كانت وما زالت صعبة ومعقدة، وما تم إنجازه من خطوات مهمة والتي من أبرزها نجاح الحوار الوطني، مضيفا بأن اليمنيين مصممون على تنفيذ مخرجات الحوار رغم كل التحديات وأعمال العنف والإرهاب التي تطال المؤسسات والأشخاص. وأشاد هادي بدعم الدول الخليج في إنجاح الانتقال السلمي في اليمن ونجاح التسوية بأقل تكاليف ممكنة وفتح الأفق للحوار والتوافق. وأشار هادي إلى قرار تشكيل الأقاليم في ظل دولة اتحادية قوية تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. وثمن هادي دعم ومساندة المجتمع الدولي لوحدة وسلامة واستقرار اليمن، وقال إن المجتمع الدولي لن يسمح بفشل تجربة التحول السياسي في اليمن. وأكد هادي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اليمن حتى يتمكن من استكمال مسيرة التغيير والتغلب على كل التحديات. هذا وثمن الرئيس عبد الرب المنصور هادي وقوف دولة قطر مع اليمن ودعمها التنموي، ولفت إلى أهمية مساعدة اليمن ودعم الجهود المبذولة لإخراجها من أزمته إلى آفاق المستقبل المشرق. وبحث هادي مع نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني العلاقات بين البلدين على هامش أعمال القمة العربية في العاصمة الكويتية، واستعرض مجريات المرحلة الحالية في اليمن خاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتطرق الرئيس هادي إلى طبيعة الأوضاع في اليمن وما تحقق من نجاحات على مختلف المستويات عقب اختتام مؤتمر الحوار بنجاح تام واستكمال احتياجات المرحلة الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة. من جهته أثنى أمير دورة قطر بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وقال إن هذا النجاح الذي جاء بتوافق مختلف الأطراف والقوى السياسية في انطلاق نحو المستقبل الآمن لليمن واليمنيين. وجدد أمير قطر استعداد بلاده لمواصلة الدعم لمساعدة اليمن لتلبية احتياجاته في المرحلة الانتقالية على مختلف الأصعدة. تنعقد القمة العربية 25 في دولة الكويت الشقيقة والمرة الأولى وسط أجواء عربية دقيقة وحساسة، ما يجعلها مطالبة بتنفيذ أو باتخاذ مواقف واضحة تجاه العديد من القضايا العربية المعقدة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تتوجه اليوم أنظار العالم وآمال الشعوب العربية إلى الكويت التي تستضيف للمرة الأولى مؤتمر القمة العربية في دورته 25 في ظل وضع عربي لا يسر. ملفات كثيرة وشائكة على طاولة زعماء العرب الذين سيجتمعون على مدى يومين متتاليين بحثا عن حلول استراتيجية لعدد من المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية العالقة والمستجدة. وتبدو قمة التضامن لمستقبل أفضل فرصة مفصلية أمام القادة العرب لاتخاذ قرارات حازمة وحاسمة تجاه الكثير من القضايا المصيرية التي لا ينقصها سوى قرارات عربية موحدة.
انتهى زمن البيانات والشجب وبدأ زمن آخر لا وزن فيه إلا للفعل وقوة الموقف، ولن تستطيع القمة العربية 25 فعل شيء خارج بيت متصدع. فالأولى أولا هو ترميم البيت العربي من الداخل. وفيما يخص الشأن اليمني فالقيمة مطالبة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما تمثله جماعة العنف والعبث وفي مقدمتها الرئيس السابق علي الصالح من إعاقة مستمرة لعملية التسوية السياسية في البلد. فلا بد أن يكون للقمة موقف ينسجم مع قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2041 ومع إرادة الشعب اليمني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي مصر وسوريا وليبيا والعراق حيث تدور انتفاضات شعبية ويتدهور الوضع الإنساني في ظل الانتهاكات والعنف وغياب مؤسسات الدولة، يجب على القمة الخروج بقرارات تنتصر لقضايا الشعوب وتغلبها على كل مصلحة سياسية أخرى. خلافات داخل البيت العربي وخارجه تهب أكثر من عاصفة تهدد أمن واستقرار الوطن العربي الذي باتت تتربص به أكثر من إسرائيل، ولا شيء أخطر على مستقبل العربي من عاصفة تهب من كل الجهات حيث كل الجهات طهران. إلى حجة حيث دان شباب الثورة بالمحافظة في بيان صادر عنهم اليوم الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالمحافظة ذلك بحق شباب الثورة المعتقلين ووصفوه بالجائر معللين ذلك بافتقار الحكم لأبسط معايير العدالة. وطلب شباب الثورة في بيان لهم رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الأعلى ووزير العدل التدخل العاجل بإلغاء مضمون هذا الحكم الذي صدر ضد معتقلي شباب الثورة بمحافظة حجة واعتبار كافة الإجراءات التي استندت عليها غير قانونية، مؤكدين مطالبتهم بفتح تحقيق عادل في قضية الطفل عبد الحميد الحزيف ومن تبعه من القتلى والجرحى والمعتقلين والرهائن المعذبين وكافة المتضررين في ومن الحادثة كونها قضية واحدة لا تتجزأ. كما طالبوا بسرعة الإفراج عن المعتقلين وإحالة القضية على لجنة للتحقيق المستقلة في ادعاءات انتهاكات 2011 بحق شباب الثورة. كما شددوا في بيان لهم على مطالبة الجهات المعنية توفير الحماية الأمنية الكاملة للمعتقلين محذرين من أي تهور أو تصرف قد يهدد حياتهم ويعرضها للخطر. دعا وزير الداخلية اللواء عبد حسين الترب القيادات الأمنية إلى بذل الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وشدد الوزير خلال لقائه اليوم بالقيادات الأمنية في أمانة العاصمة أو في أمانة العامة ومحافظة صنعاء على ضرورة إعداد خطط أمنية فعالة ترتكز على منظومة إجرائية مدروسة تهدف إلى تفعيل العمل في مراكز الشرطة والمناطق الأمنية وإنجاز القضايا بالشكل المطلوب وتقديم الخدمات بشكل أوسع للمواطنين وكذا تسهيل حصولهم على الخدمات بشكل أسرع. وحث مديري الأمن والمناطق والأقسام على المثابرة وتصحيح الاختلالات الموجودة من أجل الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وتغيير صورة رجل الأمن لدى المواطنين للحصول على تعاونه. نفت وزارة المالية ما تنقلته بعض المواقع الإخبارية عن سفر الوزير الصخر الوجيه إلى دبي، وأكدت الوزارة في بيان أو في بلاغ صحفي أن وزارة المالية لم يقم بزيارة إلى دبي ولم يسافر مطلقا خلال الفترة الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. واستغربت الوزارة ما ورد في تلك المواقع من تهم موجهة إلى الوزير بتفجير أزمة قنصلية، ودعت إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. إلى عمران حيث وصفت مصادر مطلعة في المحافظة أو وصفت الهدنة في محافظة عمران التي أبرمت بشمال صنعاء بين الحوثيين والجيش بأنها هشة وأن عشرات الأسر نزحت عن مدينة عمران في ظل استمرار تمترس ميليشيات الحوثي في المواقع التي تسيطر عليها استعدادا لمواجهة الجيش، وتنتهي الهدنة الخميس المقبل في ظل مخاوف من تجدد القتال. وقالت المصادر أن الأوضاع في عمران في غاية التوتر وأن المدينة تحولت إلى مدينة أشباح
وأن شوارعها فارغة من المارة والمحلات التجارية مغلقة. ويتمركز المسلحون الحوثيون في مناطق كثيرة على مداخل مدينة عمران وفي وسطها. شهدت مدينة الحديدة اليوم مسيرات احتجاجية للتنديد بالاعتداء على المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة وعدم محاسبة المسلحين الذين هاجموه قبل أيام. نتابع. نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة مسيرة حاشدة لأعضائه وقياداته وأنصاره احتجاجا على عملية اقتحام مقره الرئيسي من قبل مسلحين وعناصر أمنية تابعة لمؤسسة المياه، واقتحامه وإطلاق النار بداخله وخارجه من قبل أشخاص يتبعون مؤسسة المياه والصرف الصحي وبلطجية مؤجورين، يعتبر سابقة خطيرة في الاعتداء على مقرات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية. وقد استنكره معكم كل الشرفاء الأحرار، كما استنكرته أحزاب اللقاء المشترك وكافة جماهير الجماهير والشباب. قيادة المكتب التنفيذي التي كانت في مقدمة المسيرة وصلت إلى مبنى محافظة الحديدة مطالبة بتحمل السلطات المحلية والأمنية مسؤوليتها في ضبط المسلحين ومحاسبة الذين ارتكبوا سابقة خطيرة في الحديدة تتمثل في اقتحام مقرات الأحزاب السياسية. هذه فرصة وإنذار للسلطة المحلية لمعالجة الخلل. المحتجون طالبوا قيادة السلطة المحلية القيام بواجبها في محاسبة المتسببين باقتحام مقر الإصلاح وإطلاق الرصاص عليه والاعتداء على قياداته بصورة همجية، كما طالبوا برد الاعتبار من قبل الجهات التي تقف خلف هذا الاعتداء السافر. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة. تحت شعار لأجل سيدة الأرض أقامت اليوم رابطة سفراء لأجل القدس المهرجان الفني والجماهيري الذي يهدف إلى توعية الناس وتثقيفهم بالقضية الفلسطينية، القضية الأولى التي ما يزال العالم حتى اليوم متخاذلا عن إيجاد حل لها. وأكد المتحدثون على الاهتمام بالإعلام المسموع والمقروء والمرئي لإبراز القضية الفلسطينية والحق الشرعي للمسلمين في فلسطين من خلال التاريخ الصادق وإظهار الحقوق التاريخية والسياسية والعقدية والحضارية للعرب والمسلمين في فلسطين. وأشاروا إلى أن الحصار الخانق ليس له أساس أخلاقي، وأن على الجميع أن يبذلوا كل جهودهم لتخفيف الضرر من هذا الحصار، مؤكدين أنه ينبغي على الجميع إبراز القضية الفلسطينية للجميع وإنهاء الحصار الجائر في غزة. هذا وتخلل الحفل العديد من الفقرات الإنشادية والفنية التي تهتم بالقضية الفلسطينية. إلى الأخبار العربية، حيث قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من معارضي الانقلاب في مصر يعد خرقا للقانون الدولي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي مصر إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومناسبة. واعتبر المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل أن العدد المذهل للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. وأكد كولفيل أن بموجب القانون الدولي فإن عقوبة الإعدام لا يمكن إصدارها إلا على أخطر الجرائم مثل القتل المتعمد. واعتبر أن الانتماء لمجموعة سياسية أو المشاركة في تظاهرات لا يقع مطلقا تحت تصنيف أخطر الجرائم. من جانبها قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن عقوبة الإعدام لا يمكن تبريرها على الإطلاق. ختام النشرة، عودوا للتذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية: اليمنيون مصممون على تنفيذ مخرجات الحوار رغم التحديات.
شباب الثورة بحجة يدينون الحكم الصادر بحق الثوار المعتقلين. ووزير الداخلية يدعو مديري الأمن لإعداد خطة لتفعيل مراكز الشرطة. المزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما، زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net، كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.